وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. من اكثر الاشياء اللي تفرح الاولياء لما اولادهم يتفوقوا في الدراسه. اليوم صريح جدا راح نسالوا الاولياء الجزائريين لما ابنائهم يجيبوا نتائج مرضيه هل يكافئوهم وكيفاش يكافئوهم. يلا خلونا نشوف وش كانت الاجابات. على كل حال هذا حافز من يعني اللي يقدموه الاولياء للتلاميذ تاعهم لاولادهم، وهذه حاجه مليحه لان الهديه اللي تكون من عند الام ولا من عند الاب تبقى ذكرى. لازم نعرفوا احنا كي كنا صغار كانوا يشرونا سوايع على ليبوك. انا نحكي لك على مي والله العظيم يعني هذاك الكادو الرمزي يبقى توجور يسرتو من عند الام. عجل الام مسكينه تنقص من دراهمها مسكينه وتكافئ ومن بعد يزيدوا يشجعوا بالك يخدموا على هذيك الحاجه الصغيره ساعه ولا جونسي با حتى نقولوا رمزيه والله وتكون ورده. شوفي الام حنونه في هذه الاشياء هذوما، لازم تعاودوا نولوا العادات ديالنا باش نتخلصوا من هذه الافات هذوما. وهذه الافات من راهم يجوا باسكو كاين انفيد كاين يعني حتى في الاسره راحت هذيك كما يقولوا لي كادو وكذا واحد حاكم البورطابل الاخر كذا صافي نعاودوا نولوا الاسره الجزائريه اللي كانت كما يقولوا الاسره المحافظه. انا ولادي كنت نحفزهم دوكا كبروا الحمد لله نحفزهم يعني بهديه هديه على حسب السن تاعهم. انا ما نعطيلوش هديه اكبر من السن تاعو، معناتها شوفوا الطفل هذاك الميول تاعو وين الجانب العلمي الثقافي ترويح النفس كذلك، يعني نشوفوا نهديو له هذيك الهديه مثلا كتاب بس كذا الطفل مازال يقرا حيحتاج معلومات، قاموس احنا كنا صغار كانوا يهدوا لنا قاموس نفرحوا به. هذه اكيد اي ام تكافئ اولادها كي يجيبوا حاجه مليحه. قولي لي كيفاش تكافئي؟ شوف كاين امور اللي يحبوها هما وكاين امور اللي نحبها انا. كاين امور زعما كي يحبوا يشرو حاجه ولا حنا نشرو لهم، وكاين امور انا نديرهم محبه خاطر نديهم يحوسوا. ودراري ما تزيديش ديزيسبيريهم، ما يجيبوش ملاح يفو لوغ انكوراجي انكور بلوس. ما ديريلوش كيما جاب صاحبه ولا جاره ولا فاميلته مليح، شغل تقارنيه ومن بعد هذيك يديزيسبيرا من تما يبدا العنف العائلي ومن بعد يولي الانحراف. كاين امور هما يحفزوهم باش يقدروا يقراو، وانا كأم طول العام وانا نمد الكادوات طول العام وانا نمد نحفز فيهم، بصح كاين امور دائما نخليهم زعما الحاجه اللي يحبوها هما وما يقدوش يقولوا لي نشريوها، وانا اوتوماتيك نعرف واش يحبوا واش ما يحبوش في هذيك الدقيقه نكافئهم بهذاك الشيء اللي يحبوه هما. لقيت بزاف ودائما عندهم هذيك كلي رد الجميل. ماما جابت لنا وماما دارت لنا حنا نقراو حنا نديرو ميم ساعه يكونوا شويه بصح دائما عندي عندي دائما المكافاه. ما شاء الله عليهم يفرحوا بهم لازم يكافئوهم. راني قلت لك ونزيد نعاود لك يطلعوا لهم معنوياتهم. وبالنسبه للدراري اللي ما جابوش مليح انا نوصي الاولياء ماهوش نهايه العالم باسكو حنا رانا كبار نتعطروا في حياتنا، بصح ما ولادنا لا تعطروا ما جابوش فصل الاول ما جابوش فصل الثاني ما جابوش فصل الثالث عاودوا السنه. ماشي نشرفوا عليهم ماشي نزعفوا عليهم، نزيدوا نديروا لهم كوراجمون نفرحوهم. نكافئهم انا نشري لهم هكذا دي كادو نشري لهم كي يجيبوا دي بون نوت ولا يجيبوا لا موين مليحه ولا سي تو طافي باسكو نوعدهم من قبل نقول لهم في ديبي دلاني نقول لهم الا تقراو مليح راح نشري لكم دي كادو. التجربه ديالي انايا كان عندي بنت عاودت وهذا العام انا ما نكذبش عليك فرحت بيها باسكو لازم تتعطر باسكو كاين امر الدراري يجيهم الغرور تاع ربحت بصح كي يجيهم هذاك تاع خلاص عاودت. بالنسبه لي انا كافئتها ديت لها وشيت لها واش حبت بصح هذا العام الحمد لله بنتي جابت 14 15 16 والحمد لله. انا نوصي برك الدنيا لازم فيها تعطر وما نديروش زعفنا صح كامهات رانا نجهدوا معاهم بصح نتمنى كل ام تفرح بوليدها ما جابش مليح. هذا هو المنهج تاع ولادنا هذا هو الحاجه اللي قدروا يمدوها. كل واحد وتخمام تاعو. انا مشغول مع ولادي متفاهم معاهم هكذايا كيف لونتري سكولير نقول لهم يا ودي كي تجيبوا بريمير تريمس لا موين مليحه نشري لكم عفايس شابين دي كادو هكذا ملاح وش يحبوا ثاني هما وماشي اكزاجيرابل ثاني يدومونديو هكذا حوايج باغ اكزومبل تيليفون واحد يدومونديو سيرفات واحد يدومونديو ترينينغ في المستطاع هذه هي. يجيبوا لي دي بون نوت والحمد لله راني فرحان بهم.
ان سويفون الامكانيات اللي عندي. هذا هو الشيء، الكفاءه حسب الامكانيات اللي عندي انا نقدر عليها. مثال يعني مش سي با مثلا حاجه اللي وعدتوا بها، مثلا ان بورتابل ان بيسي ان فيلو، يعني ندير يحوس كذا، يعني حسب واش الاتفاقيه اللي كتبيني وبين الولد. كيفاش تحفزوا ولادكم؟ حفزوهم بهدايا على حساب السن تاعهم، على حساب المستوى، وحتى التلاميذ اللي ما نجحوش ما نبدوهمش كذلك، نحاولوا التحفيز هذا. كي تحفز الابن تاعك حيكون في المرحلة الثانية حيتحسن الأوضاع تاعو، لأنه تقدم الجزاء تاعو، جزاء يعني باش يقدم، ليس باش يبقى حابس في بلاصتو، حيزيد يتقدم في النتائج وسيروا ابنائكم. عندها اثر ايجابي، لان التلميذ او الابن حيسنى في هذيك يعني كيما يقول لك بفارغ الصبر، يعني مش مشوق لها، لان بهذيك هو بالدرجه الاولى تشجيع. تشجيع للابناء، لان لازم تكون قريب للابن، يعني باش يكون حتى هو قريب ليك. يعني ويعطيك، يعني يكون مردود جيد أو إيجابي.